بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. يا مولاي الملك، لقد أتى اليوم الذي يجب فيه أن أورث علوم السحر لغيري. لقد كبرت وأصبحت شيخا، ويجب أن يوجد شخص آخر لكي يحمي عرشكم من كل سوء. ومن هو الشخص الذي سوف تعلمه فنون سحرك لكي يساعدني على طاعة الناس وعبادتهم لي؟ يجب أن يكون غلاما صغيرا أطبع على قلبه الصغير وحقله النظيف كل ما أتيت من السحر. سأرسل بك إلى الساحر في أطراف المدينة لكي يعلمك فنون السحر حتى ترث منه علمه من أجل خدمة الملك الأعظم إلهك وإله العالمين. أمرك يا مولاي. هيا انهض واذهب إلي، ومن الآن وهبتك للسحر من أجل خدمة المملكة. أمرك يا مولاي. لمن تكون تلك الأشياء؟ هذا اليوم الكبير، وتلك الطيور الحائمة، وتلك الجبال الشاهقة، ترى لمن تكون؟ ومن هو خالقها؟ أيعقل أن الملك هو إله كل تلك الأشياء؟ من هو إذن؟ الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. ما أروع هذه الكلمات، من إذن صاحبها؟ من هو القدوس السلام؟ من هو المؤمن المهيمن؟ لقد اقشعرت جسدي، لماذا هذا الخوف؟ ومن يكون هذا الشيخ الذي ينظر إلى السماء ويحدثها؟ لا لا، إني خائف. هناك شخصا واحدا هو الذي يساعدك على السحر، شخصا واحدا يمتلك من القوة والبأس الكثير، ويجب أن يكون صديقك، تأمره بما تريد فيذهب ويوسوس في القلوب والآذان، ويأمر الناس على طاعة الإله الملك الأعظم وعلى الرهبة والخوف منك. ومن يكون هذا الشخص يا مولاي؟ إنه الموسوس الأعظم، يجب أن تطيعه وتصادقه. لكني لا أحب الموسوسين.
اسمع يا بني لما أقول. الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا الله سبحانه، القادر المقتدر، خالق السماوات والأرض. ويلي، من هو خالق السماوات والأرض؟ من هو الله؟ الله هو الواحد الأحد، خالقي وخالقك وخالق كل شيء. وخالق الملك أيضا؟ نعم، خالق الملك أيضا. وكيف لي أن أراه؟ تراه بقلبك عندما توحد به. وكيف أوحد به؟ إذا ردد خلفي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ترى من منكم يعرف أن له إلها واحدا أحدا لا شريك له في الملك؟ هو الذي خلقكم جميعا وميزكم عن باقي المخلوقات بالعقل الذي يجب أن يدرك أن له إلها عظيما غير ذلك الملك المغرور، إلها مقتدرا له الملك والملكوت. تفضل يا سيدي. يا ويلي، لقد حرقنا. ابتعد أيها الغلام الصغير، ابتعد عن طريقه وإلا قتلك. لن تقتلني، لن تقتلني إلا بإذن الله خالقي وخالقي. يا إله المعين، أعني على هذا الوحش، فبعزتك وجلالك لأقتلنه بإذنك أنت يا إلهي. مت بإذن الله خالقي وخالقك. قتل الغلام الوحش. نعم، لقد قتل الغلام الصغير هذا الوحش الكبير. نعم، لقد قتل الوحش. قتل الوحش. قتل الوحش. بل قتله الله رب العالمين. لتعلم أيها الغلام الصغير أنك من المختارين، فأنت لديك ما هو أكثر مني، وقلبك مليء بالإيمان بالله وحده، فلتتذكر دائما أنك سوف تبتلى بلاء شديدا لأنك من المختارين. واحذر دائما أن ينكشف أمرك إلى الملك الأعظم وإلا قتلك. بل أقسم بربي ورب الملك، إني لسوف أسبح لله وأعبده، ولا أدعون كل الناس لعبادته وطاعته والإيمان به. حفظك الله يا بني. لقد احتار أمري في مرضك هذا، لم يستطع أبرع الأطباء شفائك، حتى السحر لم يجد شيئا. يا مولاي، لقد سمعنا عن غلام صغير في المدينة يشفي المرضى. غلام يشفي المرضى؟ أين هو؟ ائتوني به على الفور وأرسلوه إلى جناح معاوني.
سمعنا أنك تستطيع أن تشفي المرضى. بل يشفيهم ويشفيك الله الواحد المعين. ومن هو الله الذي يشفي المرضى؟ الله هو خالقي وخالقك، وخالق السماوات والأرض، وخالق الداء والدواء. وإذا أردت أن تشفى فلن تشفى إلا بمشيئة الله. ويحك يا فتى، لو سمعك الملك لأطاح برأسك. والله لا أخشاه، فلن يؤذيني إلا بمشيئة الله. من منحك هذه القوة والإرادة؟ ربي منحني من إرادته وقوته لكي أؤمن به وأدعو الناس للإيمان به. إذن كيف أؤمن بالله؟ بقلبك، أن تشهد أنه هو الخالق، لا إله إلا هو، خالق كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله. ائتوني بهذا الغلام. إذن لقد تعلمت الكثير من فنون السحر، مما جعلك تستطيع شفاء الناس. بل يشفى الناس بإذن الله، خالقي وخالقك وخالق كل شيء. ماذا تقول أيها الغلام التعس؟ لا يوجد إله غيري. لست إلا مخلوقا ضعيفا أيها الملك. أيوجد إله غيري يا معاوني؟ نعم يا مولاي، إن الله هو الذي شفاني. اكفر برب الغلام وارجع إلى عبادتي، وإلا قتلتك. والله لن أفعلها وأترك النور وأعود للظلام. أما أنت أيها الغلام، لا أريد أن يقول الناس قتل الملك غلاما صغيرا. اذهبوا به إلى الجبل وألقوه من فوقه. انظروا إلى الغلام، إنه يهوي بقوة من فوق الجبل. إنه سيموت قبل أن يصل إلى السفح. ألا زلت على قيد الحياة أيها الغلام التعس؟ لن أموت إلا بإذن ربي، ولن تستطيع أن تقتلني إلا بإذنه. خذوه إلى البحر وألقوا به بين الأمواج حتى يموت غرقا. ما زلت حيا أيها الغلام التعس؟ قلت لك لن تقتلني إلا بإذن الله، ربي وربك ورب العالمين. أصيبني فقل أقتلك باسم رب الغلام، ولكن أمام الناس أجمعين. سيقتل الملك الغلام الصغير؟ نعم سيقتله، لأنه كفر بمالكنا الأعظم. من منهم يستحق الطاعة؟ مليكنا الأعظم أم رب الغلام؟ سأقتلك بإذني أنا وإرادتي أنا، فأنا الملك الأعظم إلهك وإله كل هؤلاء. لن تستطيع أن تقتلني إلا بإذن من ربي. انظروا إلى السهم، إنه طار بعيدا عن الفتى. نعم، فلم يمسسه سوء، لقد حماه الله. ماذا تقول يا رجل؟ أتؤمن برب الغلام؟ لن تفلت مني هذه المرة، ولا أقتلنك بهذا السهم
بإرادتي وقدرتي. والله لن تستطيع، فسيحميني ربي منك ولن تقتلني إلا بإذن ربي. انظروا، لقد ضل السهم طريقه مثل الذي سبقه. نعم، لقد أنقذه ربه. رب من يا رجل؟ أتؤمن حقا برب الغلام؟ نعم أؤمن به، لقد أنقذ الغلام من الموت من فوق الجبل ومن أمواج البحر الهائج، والآن ينقذه مرتين من ضربة سهم قاسمة. فأشهد أن رب الغلام هو الإله الأعظم وليس هذا الملك المغرور. يا لك من غلام ملعون، ماذا دهاني؟ ألا أستطيع أن أقتلك لأتخلص من سمومك التي دسستها بين الناس؟ إذا أردت أن تصيبني فقل أقتلك باسم رب الغلام كما قلت لك. إذن سوف أقتلك باسم رب الغلام. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. ويحكم أيها الأشقياء، وعزتي لأقتلنكم جميعا حتى ترجعوا عما قلتم. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. ارتدي عن هذا الدين ولك النجاة أنت ورضيعك. اصبري يا أمي فإنك على الحق. لا إله إلا الله، ربي ورب الغلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. صدق الله العظيم.